هذا الجهاز أصبح وكأنه امتداد لجسدي، فهو لا يفارقني لحظة ولا أغادر المنزل بدونه. هل هذا هو حالكم أيضا؟ هل سئمتم ذلك؟ إذن فحلقتنا اليوم مخصصة لكم، الإقلاع الرقمي. موضوعنا اليوم فيه كليك. في المتوسط يقضي كل فرد حول العالم حوالي 3.5 ساعات على هاتفه، هذا قبل أزمة كورونا. خلال الشهور الأولى من الجائحة قفز هذا الرقم بشكل مهول بنسبة 70%. الدولة الأكثر قضاءً للوقت أمام هواتفها هي الفلبين بمتوسط أكثر من 5 ساعات يومياً. كيف يؤثر قضاء وقت طويل للغاية أمام هواتفنا الذكية علينا؟ الكثيرون وأنا واحد منهم يمرون بما يسمى بالضغط الرقمي المزمن. ما الحل؟ استراحة رقمية. لكن كيف يمكن ذلك في عام 2021؟ قمنا بتجربة ذلك. التحدي الأول اليوم أنتزع بطاقة السيم كارد من هاتف الذكي وأعطل خدمة الواي فاي. انطباعي الأول؟ لست سعيدا. في العادة أقرأ الأخبار وألقي نظرة سريعة على موقع إنستغرام وتويتر، لكن هذا غير ممكن الآن، لذا سأقرأ جريدة. بيد أن أحدث الأخبار غير موجودة في الجريدة. في طريقي إلى العمل أستمع ككثيرين إلى الموسيقى. في عام 2021 من المتوقع أن يستمع 620 مليون شخص حول العالم لبث الموسيقى بانتظام. حاليا لا أستطيع، لذا سأستخدم ووكمان القديم. أثناء الجائحة أستخدم عروض مشاركة السيارات للوصول إلى عملي، وهي خدمة سيستخدمها بحسب التوقعات 36 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2025، لكن بدون إنترنت لن أستطيع مشاركة سيارة. سأستقل ترام، لكن متى يأتي؟ هاتف الذكي لن يساعدني في العثور على جواب الآن. وتطبيق خرائط جوجل لن يساعدني. بحسب الشركة الأم ألفابيت، يستخدم أكثر من مليار شخص خدمة الخرائط فيها شهرياً. لا تزال توجد خدمة المعلومات الورقية. لدي وقت للعثور على عملات معدنية. في العادة أشتري التذكرة عبر التطبيق. أتشوق الآن لهاتف الذكي. المتوسط اليومي العالمي للنظر إلى الهاتف الذكي يبلغ 58 مرة يومياً. سأصل للعمل دون استعداد كافٍ. أكون في مثل هذا الوقت قد اطلعت على بريد الإلكتروني وقرأت الأخبار. لن أقيم تجربتي هذه، لكن يكفي القول أن مهام العمل التي أنجزها وأنا في الطريق تتزايد. يمكن لزملاء التواصل معي في كل وقت تقريباً. كانت هذه أولى ساعتين فقط من اليوم. خلال جائحة كورونا تحول الهاتف الذكي إلى مدرب رياضة ومنفذ للتسلية ومركز للتسوق أيضا. حتى التواصل مع الآخرين أصبح عبر مكالمات الفيديو. هل سيتغير ذلك بعد انقضاء الجائحة؟ لا أعتقد ذلك، أو على الأقل ليس كثيرا. أحد أسباب عدم قدرتنا على التخلي عن هواتفنا هو أن معظم التطبيقات مصممة بحيث نستخدمها لأطول فترة ممكنة. المصطلح المتخصص لذلك هو stickiness أو الالتصاق. تطبيقات الهواتف الذكية ينتظر منها جلب المتعة للمستخدمين واستبقاؤهم أطول فترة ممكنة، لذا أضاف المطورون آليات للمكافأة في التطبيقات، فخدمات أزرار الإعجاب والتنبيهات أو خدمة الأخبار المتتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي كلها تهدف لإبقاء المستخدمين فيها، وفي النهاية يصبحون متعلقين بها كثيراً. والسبب، كلما استخدم المستخدم التطبيق أكثر ربحت شركة التطبيق مالاً أكثر، وذلك عبر بيع الخدمات داخل التطبيقات مثلاً، أو عبر جمع بيانات سلوك المستخدم وبيعها لجهات أخرى. شركات صناعة الهواتف الذكية ترغب في قضاء العملاء أوقاتاً أطول مع هواتفهم، ما يتيح لها جمع بيانات أكثر عنهم وتطوير الهواتف الجديدة بما يلبي احتياجات الزبائن. هناك صعوبة في مقاومة الخدع النفسية لمطوري التطبيقات، لكن هل يمكن للهواتف الذكية وتطبيقاتها أن تسبب الإدمان؟ إليكم إجابة الخبراء. تنبيهات الهواتف الذكية تتحقق بصفير أو وميض أو اهتزاز، ما يستدعي الانتباه للهاتف باستمرار. هذا التحفيز المفرط يجعل أدمغتنا متأهبة ويحفز إفراز هرمونات التوتر، ما يقلل من قدرة الأداء الذهنية ويضر بصحتنا. تزداد سرعة نبض القلب،
ويبدأ الشخص بالتعرق وتنشط الدورة الدموية ويجري تزويد العضلات بالدم بشكل أفضل. لكن الطاقة الناتجة عن حالة التأهب هذه لن يجري استغلالها بحسب الطريقة الأصلية المخصصة للجسم في حالة التأهب، لأن الشخص يكون جالسا ببساطة وهاتفه الذكي في يده. بدلا من ذلك يحاول الجسم تنظيمها بشكل مختلف، وهذا ما قد يؤدي مثلا لزيادة الشهية للطعام، وهنا يتناول المرء طعاما أكثر مما يلزم ومما يحتاجه فعلا. كلما زاد مستوى الضغط الناتج عن الهاتف الذكي زاد الضغط على قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة الدماغية المسؤولة عن الوظائف الإدراكية، والعاقبة انخفاض التركيز وتضاؤل القدرة على التفكير المنطقي. كما أن تطبيقات عدة كتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي للإدمان، فعند كل زر إعجاب وكل رسالة يفرز الدماغ وسائط كيميائية للمكافأة. يمكن تصور ما يجري في الدماغ بالشكل التالي: بعض مناطق الدماغ وخاصة تلك المسؤولة عن المكافأة تصبح أكثر فعالية في البداية، ولكن التأثير الإيجابي الناتج عنها يتضاءل بمرور الوقت، ويظهر بدلا من ذلك تأثير الاعتياد عليها. هنا المشاعر الإيجابية تختفي نهائيا، لكن إذا تخلى المرء عن عادته سيشعر بحال سيئة وسيدخل حالة الإدمان عليها. وبحسب دراسة علمية أجريت في جامعة هايدلبرغ، فإن إدمان الهاتف الذكي قد يؤدي لتقليص أجزاء من الدماغ وتضاؤل قدرات مناطق أخرى. هذا التأثير الضار مشابه لتأثير إدمان المخدرات، وهكذا ستظهر على المدمنين على الهواتف الذكية أعراض انسحاب كشعور بعدم الراحة ومشاكل في التركيز واضطرابات النوم. والجيد، الدماغ عضو يتغير مدى الحياة، ويعتقد الخبراء أنه يمكن القضاء على أثار الاستخدام المفرط للهاتف الذكي على الدماغ عبر العودة للاستخدام الواعي للهاتف الذكي. الاستخدام الواعي: لا أرغب في الاستغناء تماما عن هاتفي، فهو يريحني في الكثير من الأمور الحياتية ويتيح لي فرصة الوصول إلى أي معلومة أريدها في أي وقت. من جانب آخر، يمكن أن يؤدي فقدان السيطرة إلى وضعنا تحت ضغط نفسي كبير، أي الظاهرة المسمى اختصاراً فومو، وتعني الخوف من تفويت شيء ما، وهي ظاهرة خضعت لدراسات سيكولوجية عديدة ويمكن أن تؤدي إلى ضغط نفسي مزمن. يمكنكم ببساطة معرفة مستوى التوتر الرقمي لديكم. على الهواتف الذكية الجديدة يتيح جوجل تطبيقاً يسمى Digital Wellbeing، وعلى أبل يحمل التطبيق اسمه Screen Time. كلا التطبيقين يرصدان الفترة التي أقضيها أمام شاشة الهاتف خلال اليوم. على سبيل المثال، قضيت أمس 5 ساعات أمام الهاتف، منها حوالي ساعة للعمل. قمت بفتح قفل الشاشة 109 مرات، وتلقيت 66 رسالة أغلبها عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر. لكن هل هذا كثير أم أنه طبيعي؟ بالطبع هذه التطبيقات مفيدة، ولكنها في نفس الوقت تطيل من حملقتي في شاشة الهاتف. كيف أستطيع السيطرة على وقتي مع الهاتف؟ إليكم بعض النصائح من الخبراء. الخطوة الأولى للتعرف على الإدمان السلوكي هي المحاولة الدائمة لمعرفة كم بالضبط وكم مرة وأي تطبيقات أستخدمه على الإنترنت أو الهاتف المحمول، وبالتالي تدوين تفاصيل المراقبة لكل ذلك. وفي كل مرة بعد الانتهاء من النظر للهاتف يجب تدوين ما الذي فعلته للتو، ولماذا فعلت ذلك، وكم استغرق الوقت، لأن الكثير من الأشياء تتم دون دراية. لكن من لديه الصبر لعمل ذلك، أي تدوين ما يقوم به مع الهاتف؟ لسخرية القدر هناك تطبيق يمكنه القيام بذلك كتطبيق مراقبة نشاط الشاشة. بعدها سيتعرف المستخدم على التطبيقات التي تؤدي للإدمان، وهي في الغالب ليست كلها، كما أن مخاطرها متفاوتة حسب الردود وعلامات الإعجاب، وهذا يتيح للمستخدم الابتعاد عن التطبيقات المغرية وتعلم التعامل الصحي والمفيد مع الإنترنت وكذلك الهاتف الذكي. إذا كان الابتعاد عن تطبيق محبب محزنا للبعض، فيمكن محاولة تعطيل التطبيق أولا، وهذا يساعد على الشعور بأن استخدامه لم يعد ضروريا للغاية. النقطة المهمة هي معرفة كيف سأقضي الوقت. لقد قررت أن أتخلى عن الهاتف المحمول كرفيق دائم وضروري، وفي المساء أضعه بعيداً عني، لكني لا أفعل شيئاً يعودني عن ذلك. هذا ليس جيداً، لذا عليك أن تقرر بدلاً من استخدام الهاتف هذا المساء القيام بشيء آخر، وربما أن تضع خطة للأسبوع بأكمله، وهذا يمكن تحقيقه لدى الكثير من الناس لحسن الحظ.
wirklich gut bei den allermeisten Menschen. بدلاً من قضاء ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن في زمن كورونا القيام بنزهة من دون هاتف محمول والتمتع بالهواء الطلق، يمكن أن يعود بالفائدة على الروح أكثر من فائدة النقرات والإعجاب. يمكن السيطرة على الوقت الذي نمضيه في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال منبه يقوم بإغلاق التطبيقات بعد انقضاء الفترة التي أدخلتها. حتى وإن كنت أستطيع إلغاء هذه الخاصية في أي وقت، فإنها تعطيني لمحة عن الوقت الذي قضيته على فيسبوك وإنستغرام وغيرها. لكن من يريد أن يمارس الأقلاع الرقمية فعلاً ويمتلك بعض المال، يمكنه قضاء إجازة في معسكر خال من الهواتف الذكية أو أن يقوم برحلة يوغا. معلمة اليوغا إنكي شينر تبتعد خصيصاً في أوقات معينة عن ممارسة الحياة الرقمية. أتوق أحياناً لحياة الشباب الطبيعية كالمواعدة والالتزام بالمواعيد وليس تأجيلها كما يحدث اليوم 5 مرات عبر الرسائل النصية. إنستغرام وفيسبوك وتويتر وواتساب كلها تطبيقات جذابة وتقود إلى الإدمان. على موقع ما يسمى رحلة يوغا تقدم إنكي شينر نصائح لأسبوع بدون هاتف، شعارها الإقلاع عن إدمان التواصل الرقمي. فكرة أصبحت مشروعاً تجارياً، ومن السخرية أنه يعرض على الإنترنت آلاف من الخبرات على الشبكة العنكبوتية. سوياً يسهل الاستغناء الرقمي كما في كامب بريك أوت. عالم تقليدي من دون كمبيوتر أو هاتف محمول، في حياتنا اليومية علينا التعامل بشكل مختلف مع الإعلام الرقمي. السلامة في المستقبل الرقمي هي أن نكون قادرين على التعامل مع الأجهزة باستقلالية، أي أن تعرف هذه الأجهزة أننا نحن من يقرر وليس هي، ونحن نستخدمها لتحقيق ما هو أكثر ذكاء. 3 أيام من دون إعلام مقابل 300 يورو. للمدمنين على الإعلام ليست علاجاً، بل هي إمكانية للابتعاد ولو قليلاً، أو كما يقال للفصل المؤقت. هناك نحو 5 مليارات شخص حول العالم لا يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو لا يستخدمون تلك المواقع، وهناك أكثر من 4 مليارات لا يمتلكون هواتف ذكية. ماذا عنكم؟ هل تقضون وقتاً أطول من المعتاد أمام هواتفكم؟ هل ترون في الوقت بعيداً عن الهاتف أمراً جيداً ومفيداً؟ أم أنكم لا تؤمنون بالإقلاع الرقمي؟ نرحب بآرائكم وتعليقاتكم على فيسبوك أو يوتيوب. إلى اللقاء.